مريم حبيبتي تعالي في حضني، تعالي في حضني يا روح قلبي يا بنت اخويا الغالي. لو سمحتي مش عايزه اشوف وشك تاني. شايفه يا مدام؟ شايفه انا بحاول اقرب وهي بتبعد ازاي؟ ما ينفعش كده حبيبتي، ما ينفعش، عيب. دي مهما كانت طبعا عيب، وعيب العيب كمان. انا مش هحاسبك على اللي عملتيه امبارح، عشان عارفه ان انت زعلانه عشان خاطر ابوكي. انا الكبير استحمل، بس انا دلوقتي ابوكي وامي. لا بالكبير تصدم على لسانك. ها وماله يا حبيبتي، مفيش مشكله ابدا، بس انا بقى عايزاكي في كلمتين مهمين قوي. ما يصحش يا حبيبتي تكلمي عمتك كده، يبقى في حاجه مهمه. اه طبعا في حاجه مهمه ومهمه قوي، بس انا ما كنتش عايزه اجيب سيرتها، بس بعد اللي عملته مريم ده لازم اقول لها عشان تعرف الفرق اللي بيني وبينها. الشقه دي شقتي، بس انا مش بقول لك كده عشان اقول لك اطلعي من الشقه، لا، ولا حاسبك على اللي فات برضه، لا. انا برضه هقول لك تقعدي هنا عشان قلبي الطيب. طيب ممكن اتكلم مع حضرتك على انفراد؟ بصفتك ايه؟ مش مهم الصفة. لا طبعا الصفة مهمة واهم من الكلام كمان، وبعدين انت لا عمتها ولا خالتها ولا تقربي لها لا من بعيد ولا من قريب. طيب ممكن تعتبريني صاحبتك؟ صاحبتي؟ وانا اعرف لك منين يا اختي؟ طب خلاص اعتبريني صاحبتها هي. عايزة ايه يا صاحبتها وخلصيني. مريم بعد اذنك سيبيني مع عمتك شوية. تعالي اتفضلي يا حبيبتي. البيت بيتي والشقه شقتي. اتفضلي يا حبيبتي هنا اهو، اتفضلي. انا مش هطول عليكي يا هاني. انا رحت المستشفى وقابلت الدكاتره وعرفت ان حاله بابا مريم كانت حاله وحشه قوي وحاله خطيره، عشان كده دخل الرعايه المركزه. ومع ذلك انتي رحتي، وبرغم خطوره الحاله صممتي انك تاخديه على مسؤوليتك. حصل ايه فيلم الكرتون ده؟ اخويا وجبته بيته عشان يفضل قدام عينيا، محدش هيخاف عليه قدي. صحيح، المفروض ان انت اخته واكتر واحده تخاف عليه، بس مش غريبه شويه انه كان في ما بينك وما بينه خلاف على الشقه في الوقت ده بالذات، بعد ما تصممي انك تخرجيه من المستشفى برغم خطوره حالته انه يكتب لك الشقه باسمك؟ انت بتلمحي لايه؟ وانا قاعده اسمع لك ليه؟ انت خرجتيه من المستشفى عشان تقتليه. قتله في رقبتي صح؟ يلا بره انت وهي. تنسى هتقولي لي صح؟ ما تمديش ايدك بس. يلا ما تمديش ايدك لحظه واحده. حاضر ماشي. يلا بره.